مشاهدي قناة جو تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الآن مع هذه الأم اللي هي أصلا مريضة، دابا 10 أيام وهي طريحة الفراش، السخانة كتحس بالآلام، والابن ديالها اللي مازال رضيع في العمر ديالو 6 شهور. انتم كتشاهدوا اليد ديالو، محتاج العملية مستعجلة على الكلي، عنده الحجرة في الكلاوية كاختي، وباقي راه الوقت. اختي شنو عاودي لينا، شنو واقع لك، شنو النداء ديالك؟ الشعر تاعي ودي كهوت اش كنصعب لك اصعب غير التوزة مرة كنت دايز فيه طريقة شوية دوا كنجربو ليه ملي كنت رغوت حسيت الله يكتر خيرها مسكينة الله يرحمها الوالدة خلصت ليا الطبيب تمنى لها فريال وديتي للطبيب شنو شهر قال ولا لك؟ آخر شكلي عاد حجر في الكلمة ولا يسرى بزاف وعاد في قال ليا تريكي خلصو تريكي يتوجه أخي صياح قالت لي ديري التحاليل راه ما فلوس التحاليل راه ما باقا قالت لي نعيط لك باقا ما عيطتش لي يعني ما عنديش باش نخلصها وباش نروح قالت لي غنديروا لي واحد الليزر يبقى يحس والو غير في سكوني داك الحجر ما عنديش ولكن شحال داير هاد العملية؟ ما عرفتش اختي ما عرفتيش شحال داير العملية ديال الحجر؟ ما عرفتش اختي شنو تبغي تقولي اختي للناس اللي قادرين يعاونوا لك الوليد ديالك مازال 6 شهور باقي ملائكة مسكين وكيتعذب، يعني الحريق ديال الكلاوي راه ماشي ساهل. ما كيناش نبنينا في النار ولا بعد انا ما دابا انتي اختي مرضتي، غطي غطي الوليد وجهه. دابا انتي اختي مرضتي، انا دابا شديت فراش ما تصاوب لي الطعام ما كنتيش تصاوب لي كنوض كنطوق كنطيح شنو المشكل، شنو الوضع الصحي ديالك، شنو وقع لك انتي اختي حتى طحتي انتي؟ ملي كنوقف كنشد لي الدوخ كنطيح يعني 10 ايام وانت في الزنقة كتقلبي على عشرية حل. بالزنقة ولا كنطيح القلب مش عندي الحليب اختي غالي عليا شحال داير الحليب؟ مبارك عندي ليكوش عندي وليدات 13 سنة ما عنديش الراجل ظروف صعيبة اختي انا شديت الفراش خايفة نموت وخلي ولادي شنو تبغي تقول اختي المحسنين اللي قادرين يعاونوك ويساعدوك انت وهاد الوليدات هاد؟ يرحمني بالوالدين ما يدروش ما يشوفوش وجهي يشوفو انا وجهات النكادي اللي ما قادرش مسيكي كيس وجه اختي ويتناوي ولدي ربي يسلمني فالرجلي يدي غطي الوليد وربي وجهه يدعيت غطي. من شريخ زي من لي التلاتي شهر عينتي الصغيرة زي قلب علي بعينتي اختي اللي قلب علي يعني هاد العملية ما عندك حتى درهم باش ديريها للوليد، انا ملاقيش باش ممكن تولادي قلتي لي وليد كتروح ليه في الماكلة ديالو. اختي الرقم ديالك ديال التليفون شحال؟ 06 56 اها 11 80 80 48 مشاهدي قناة شوف تيفي، الله يجازيكم بخير، بارطاجيو هاد اللايف اعتقوا هاد الرقم كامل 48. مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما شاهدتوا معنا من خلال هذا المباشر، حنا الآن مع هذه الأم اللي الابن ديالها في عمر ديالو يلا 6 شهور باقي رضيع، محتاج العملية مستعجلة على الكلي، عنده الحجر في الكلاوي، وكنعرفوا أن الحريق ديال الحجر في الكلاوي راه اختي الوالد ما نقدروش نبينو، ولكن راه كاينة السيدة عندها الوثائق، عندها الراديو والسكانيرات وكلشي. ولد صغير كيفاش غادي يتحمل هذا الآلام ورضيع؟ ماشي ولد صغير يعني نقولوا 5 سنين 6 سنين كيدوي كيهضر، هذا راه رضيع في العمر ديالو 6 شهور، الحريق ديال الكلاوي راه ماشي سهل، ما بالكم وليد مازال تربية. يعني الله يجزيكم بخير مشاهدي قناة شوف تيفي، بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للمحسن اللي داخل وخارج ارض الوطن ويعاونوا هذه الام باش انها دير العملية الابن ديالها، محتاجة لكم. شوفوا 10 ايام وهي كدور في السبيطارات، 10 ايام وهي كدور باش انها دير العملية، ولكن للاسف ما لقات حتى شي واحد اللي يعاونها، وهي دابا كنتم دابا كتشوفوا انا طاحت مرضات، هي مرضى طاحت شدات الفراش. الرقم ديالها هو 06 57 11 80 48، وهنا مشاهدي قناة شوف تيفي كنكون وصلنا لنهاية هذا البث، كنشكركم على حسن المتابعة، نتلاقاو في مباشر آخر، السلام عليكم.